رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، نتواصل معاكم في غبقة رمضانية وأجواءنا الغبقة الرمضانية وضيوفنا اللي منورينا. واليوم البعض طويل اللي قضيتها مع المؤرخة الكويتية والكاتبة غنيمة الفهد. يا مرحبا فيك. هلا هلا بالنور كله. ماما غنيمة تو ما نور البرنامج. والله النور انتي كله. ويمكن من زنوانة. أمانة أنا والهانة عليها. احنا عاد صوب الحين العنصر النسائي، بعدين نلتفت لكم. ماما غنيمة ما ولهتي علي؟ اوف. ها؟ من هني لفلتش. يعني لازم تجيبين طاري. لازم لازم. ما أنسى أيام جميلة عشناها يمي. إي والله. يعني ماما غنيمة الله يعطيك الصحة والعافية ويطول عمرك، وانتي ممكن نقول كنز من كنوز التاريخ الكويتي. شكرا. اللي الواحد يمكن يقلب صفحاته بروح وجمال الحياة الكويتية الأصيلة. شكرا. فماما غنيمة نتكلم عن القرقيعان، ايش رايك؟ اليوم عصبت على اليهال. سمعت ان مقرقعين عندك طاقين البابا. امس انا قاعده اركب برادي لساعة 2 بالليل وبابي مشرع كله. مروا جيراني شافوني قاعده. ما وعيت الا صيحه البنات يهبلون جمال وشعور لهني. واللبس الحلو. واللبس الحلو وسلم قنيمه يلا خلها لامها يلا تعالوا انتم بنات. وين الرقه؟ هذا حكي رئيس بيان، هذه صفقه الصبيان. شيكم خالطين الامور ابتهروا. لك لا قولوا قرقيعان. شنو الصح؟ شنو الصيغه يعني؟ هو الصح البنت تقول قرقيعان وقرقيعان بين قصير ورميضه. عادت عليكم صيام كيل سنه وكيل عام. يلا سلم حصه يلا خلها لامها. عسى البقعه ما تخمها ولا تواسي علمها. ومحمد سلم ولدهم سلم يلا. ولد سلم حمودي يلا. اي فالحين البنات قاموا يقولون سلم قنيمه يلا صفقه بنات ما معاهم ولا ياهل. اي وشربكون. شربكون وصفقات. قلت شنو هذا ذبحتونا يا بنات؟ وقمت انا وقفت معاهم قمت اردح على قرقيعان وعلمتهم شلون يعني يقولونها عدل وقالوها والله حافظينها. اي لا هم يكونون حافظينها بس يقولون ان هذيك اسهل. تكنولوجيا تطور. التكنولوجيا حتى بالقرقيعان يبون سلاق. سل بيض. طبعا حصه ماخذه راحتها وقاعد تسال وياك لان الظاهر في علاقه بينكم عمل قديم وفي انسجام وبلسم. الاستاذه غنيمه الفهد من الشخصيات النسائيه الكويتيه اللي نفتخر فيها حقيقه، وايضا متخصصه باللهجه الكويتيه. عطاءات جميله للكويت. لكن بسالك سؤال، اختلف رمضان عن قبل ايام اول ولا نفس الشيء لين الحين؟ هو قبل كانوا الريايل يقرقعون. زين؟ مو الشباب ولا البنات. الريايل. الريايل يقرقعون. بعدين صارت خنقه كبيره بين الريايل. خنقه؟ خنقه. هذا متى الحكي؟ بالخمسينيات. اللي الشيخ انا ذاك منع قرقعه الريايل. ولا كانوا يقرقعون الكبار؟ الريايل اللي قرقعون. والله معلومه حلوه هذه. اي. بعدين استعمل فيها ضرب وطقيق ويعني صارت صيحة كبيرة فمنع الرجل الكويتي انه يقرقع منع باد. فطلع الصبية والشباب والفتيان ثم تبعها في القرى البنات وانا من اللي قرقعت وانا صغيرة. ما شاء الله. وكانوا معانا الصبيان يموتون من الضحك ياخذون السنون اللي هو لهب النار. تقول كلهم شيبوب وعنتر بن شداد ملطكن ويهم حاطين براطمهم وردي حاطين منتفين ريش دياي وحاطين على روسهم زنوج جنابكهم قواطي حليب سيفتي مال اول وتعال العنفصه والنكت والضحك والسوالف شيء اب نورمال يعني احنا ني عاد رقيقات بس ما علينا بخانك ذيك الساعه فيه بالستينات يعني في تطور في نفاني في دراري هي إيه؟ اي فكنا احنا علينا امريكان هذا التشيس الامريكان دق ماكينه امنا تخيل ونمشي وراهم وهم يحرسوننا لكن الحي الثاني قد يسرق منا القرقيعان ويكفخنا وياخذ القرقيعان احنا البنات. ما تلاحظين ماما غنيمه يعني نشوف ساعات الحين بهالوقت التكلفة الباهظة اللي ممكن الواحد
يقطها في القلقعان. بس وعدت الناس ترى. وعدت؟ وعدت. الحين كل اللي ييني الحين قلقعان بارتي اكو. لا لا لا، القلقعان اللي قاعد ييني عادي اول اول تحف احطها في كبت التحف، هو زجاج بس. شوفي هو كل شيء هبه في الكويت بعدين ينكسر ظهرهم، 500 و600 و700 ايش عندهم؟ بس في وعي، في وعي مادي. كل ماله والكويت انا ملاحظه هالبنات بسم الله عليهم، وترى احنا اثرنا عليهم بالحكي وبالتلفزيونات وبالكلام وبوسائل الاعلام. وان شاء الله انا في تصوري البنت الكويتيه واعده والشباب الكويتي واعد، صار واعين اقتصاديا، في وعي، في وعي. وبعدين هو كلها يوم خلينا نستانس. والله امس انا جايبه سبال من البنك التجاري حاطين لي سبال وكم حلوه هي بالروح وبالتعذيب وبالتعبير في الكلور. امانه مو بالتكلفه الباهظه اللي الواحد متخيلها، يعني امانه لما يوصلك حتى لو شيء بسيط من ناس قدرتك وذكرتك، هذا بحد ذاته هو الهدف من القلقعان. لانه بشهر الخير، ومثل ما قال محمد شهر خير وشهر بركه، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الحمد لله. واحنا ترى على فكره انا ودي اقول هالكلام. قولها. قبل لا تسالوني شنو سبب احنا تلاحمنا وقت الازمات، هذه لازم يعرفها كل كويتي هالمعلومه. على قولة المثل الكويتي، فالج ما قبلناه، فالج ما نبي، ما قبلنا. اكيد وراه شيء في الموضوع. بس انا بقول الصج كمؤرخه وكاحداث قويه مرت على الكويت، ترى كل 30 سنه تمر ازمه في الكويت. الحين القزو كم سنه صار له؟ ما بقى له شيء على الثلاثين. جاتنا الازمه هذه. حلو. اللي من يومين. فاحنا تعلمنا على التلاحم من شده الازمات. الطاعون، ليدري، هدامة، معركة الجهرة، المعارك الأخرى، معركة الرقة، دوام الحال من المحال يا أي. فكل ما ياتنا أزمة إحنا تلاحمنا. والله أستاذ غنيم، يعني أنا أشوف أن التلاحم موجود من زمان. أنا قاعد أقول لك من الأزمات، بس أنا الحين اللي أبي التلاحم بالسلم. لما إحنا في السلم نحب بعضنا، إحنا نحب بعضنا، يعني ما قاعد زود زودي. حلو. ما نبي القيادي يجمد موظف، ما نبي تفنيش كويتي، الحسد ما نبي الحسد. ترى النمله، والله انا كذي اقعد بساعات عندي فراغ استانس، اقعد بالحديقه اشوف النمل يتساسرون، واحده تعلم الثانيه يروح اخذي من تلقى يابت لها عيش حبه مشت، عمل دؤوب ما حد يحسد احد. مملكه النمل تحب بعضها، احنا نبي الشعب نحب بعضنا في السلم، ولا ما احنا مقصرين في الازمات؟ بالازمات كلنا ايد واحده، لكن ابي بالسلم، انا بالحسد نشيله. بس ما يصير. يمكن ماما غنيمه حتى الاخوان ساعات تشوفين ما بينهم، لا بس ما يصير هل يعني هالمعركات وهالزعلات وهال قطع دوام الحال من المحال. ما يخالف الاخوان طيره ونجره وتحب هذا. حتى انا اشوف يوم انت تحبين مثلا فهودي يوم كذي بس لا اقطع رزق اجمد موظفه 20 سنه. وين هذا؟ مو موجود عندنا. موجود. لا لا مو موجود، انا اعتذر، يعني مو موجود حقيقه، مو موجود. انا صار لي ها ما اسمع انت شنو. انا صار لي 10 سنين جمدوني، ماني عارفه شو مسويه، ما ادري ما ادري شنو الظروف. يعني اي حادثه موجوده لها ظروف خاصه معينه. بس احنا انا ابي اطلع من الاجواء التجميد. يمكن عشت في فتره من الفترات في مصر. لا 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 لا، انا مصر عندي شقه. إيه؟ واول بلده ودانا ابوي واحنا يا حال، لان اخوي كان يدرس قبل. وين وين مصر؟ طبعا اخوي كان شقته بالزمالك ما شاء الله يوم احنا يا حال، بس انا شريت بالمهندسين لان اول ديره. بس ما ادري الناس ليش كل تروالهم
اني دارسه بمصر، انا الدفعه الرابعه بالكويت. لا لا مو درستي بس عشتي في فتره من انا اعيش وايد مصر خصوصا ايه؟ يوم صار عندي شقه ايه؟ على طول قعدتي هناك فتره طويله. قعدتي برمضان؟ هم يحبوني برمضان قعدتي. مريت مرور الكرام في اخر يومين يلا بالزور لقينا تذكره فرحنا برمضان باقي يومين على العيد رحنا خان الخليلي قعدنا فيه والحسين وما الحسين مساكين مصريين مثلنا احتفالاتهم ببيوتهم مثلنا والتزاور. قريبين من عاداتنا وتقاليدنا قريبين في التزاور بالاهل والخوات بالبيوت لكن طلعات وكذي لا هم يلبسون القلابيه دائما امانه غنيمه وانا كلها اسمع يقول رمضان بمصر غير لا عادي 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 انا حتى العيد عادي عندهم صلاة العيد وبعدين كل واحد ماخذ خروفه ورايح يذبحه عادي مثلنا يعني المصريين وبلاد الشام كلنا يعني احنا نص كلامنا وعاداتنا من بلاد الشام ثلاث ارباع كلامنا بعد وايد عندنا احنا كلمة العرضة لما نقول عرضة ماخذينها من بلاد الشام يسمونها عراضة فيها عرض وايد كلمات وكبارية ويعني كلمات بعد حتين ثقيله وكلمات بسيطه. ماما غنيمه تلاحظين ان القرقيعان من كل دوله خليجيه لدوله خليجيه اي نفس الشيء بس بعض الكلمات اي بس قرقيعانو وما ادري شنو كذي الحين حتين امريكا عندهم هلاوين حتين امريكا عندهم قرقيعان هلاوين قرقيعان بامريكا الولايات المتحده يعني ايش وصل لهم هذه عادات فلكلور شعبي يعني يتميز فيه والناس تحب الاحتفالات مصر الدولة الفاطمية ونستهم بالاحتفالات طول حياتهم أربع قرون وهي المولد النبوي يعني حلو احنا بالكويت عندنا وايد على فكرة أنا قدمت في القناة الفضائية الكويت الأوروبية يعني كلامي مترجم إلى اللغة الإنجليزية عادات كل يوم أقول عادة رمضانية ترى كل العادات الرمضانية القديمة موجودة إلى يومنا هذا في كل الدول الإسلامية؟ لا بلدنا إلا عادة واحدة ذابت مع الأيام انتهت شو هي؟ وأنا الحين بعطيكم جائزة إذا عرفتوها شنو عادة انقطعت؟ عادة رمضانية؟ عادة رمضانية انتهت ولا للحين النقصة موجودة النافلة موجودة شنو الجائزة؟ جائزتنا شنو دخلنا؟ شنو جائزتنا منك؟ أنت خاتم ألماس وأنت ساعة بياجي والله الجائزة قيمة معناتها الإجابة مستحيلة بطبيلة قلتها عشان ما أعطيك شنو؟ بطبيلة 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 اللي ذابت مع الأيام لأن الآن الحمد لله كل الناس بخير كان بطبيلة أفقر واحد في الحي مع حماره يدور بالليل له مسمى ثاني بعد استاذ غنيمه؟ لا بس مسحراتي بمصر مسحراتي طبيله يدور يطق ولحقنا عليه ترى شو يقول ماما غنيمه؟ وحد الدايم قوم صل قبل الاذان يكون قبل الاذان يدور عليه لحقت عليه بالستينات كان موجود ايه حتى يعني بدايه السبعين كان مبريش احنا يقولون مبريش الممثل كان المسحراتي مال كان بطبيله ويعطونا بالعيد يعطونا المقصود يعني. الآن أنا بسألك أنت سألتين نحن الحين بنسألك اليوم أسئلتنا عن منطقة مشرف وأنت من سكان مشرف صح؟ صح. روحك أنت ولا أنا؟ أنت. أنا. سؤال يقول شنو السؤال معدنا؟ مركز عبد الحسين الثقافي. مركز حسين. مركز عبد العزيز حسين الثقافي. ايش كثر اثر في الراحل طبعا الله يرحمه ايش كثر اثر على التراث الكويتي وعطاءاته ايش كثر كانت بارزه في التراث الكويتي شوفي انا اشتغلت بالمجلس الوطني اكثر من 10 سنين في مهرجان القرين يجيبوا لنا فرق من برا لكن اهتمامهم بالتراث الكويتي معدوم اهتمامهم بالأديبات والأدباء يكاد يكون إيه بس هو جمع هذه الكتب عبد العزيز حسين كان هو مجلس اسمه مجلس
المجلس الوطني للثقافة، أهو والعتيبي والعدواني، ثلاث ريايل، ولكن عندهم إنجاز يفوق كل الإنجاز. ليش إلى الآن مع احترامي لكل اللي مروا كأمناء إنهم ما عطوا المجلس حقه في التراث وفي الأدب؟ ما شاء الله ما عطى حقه. إحنا إيش نبي في موسيقى بلشوفية ما أدري شنهم الروسية؟ ما نبي هذا. عطوا شوية جانب. أنا كنت عندكم مقيمة وموظفة رسمية في مكتب الأمين العام، المسؤولة الإعلامية، عندي موسوعة ضخمة، ما حاولت تستفيدون من تراث ومن الأدب؟ فما كان فيه حلو. يعني أستاذ غنيمة قبل شوي وحكتيني، أنا بوحكت الحين، منطقة مشرف ليش سموها مشرف؟ لأنها تشرف وللحين باردة. إحنا أول ما سكناها فيها ارتفاع. قصر مشرف اللي هو مال الشيخ عبد الله المبارك، شوف شلون مرتفع. صح. فهذه المنطقة جاية من قصر مشرف مال عبد الله المبارك للارتفاع. ثانيا أنا من سكانها يعني قبيل الثمانين بسنة أو سنتين سكنت. حلو. نهاية السبعين كان بر. بر نشوف العقارب والحياية. لكن هواها عليل، قعدنا يمكن من غير كهرباء أربع شهور، يلا ياتنا الكهرباء. اللي حليها كلنا كنا يعني شابات صغار، كل واحدة عندها ولد وبنت بس صغار، كلنا مثقفات، اللي مدرسة واللي ناظرة واللي دكتورة واللي محامية، كلنا طقتنا. ونفس الشيء أجمل ما فيها التنسيق والتنظيم في يعني ارتدادات. أنا متوهقة في الارتداد اللي عندي 1500 متر. ماما غنيمة أنا يمكن أقول لك إنه قبل كنا لما نطلع البر نروح مشرف. إحنا سرنا نروح نفقع، أنت فقع بسرة. والله كنا والله عادي نطلع نروح غرب بيان وغرب مشرف. غرب مشرف. زين تذكرين سينما السيارات جنوب السرة؟ جنوب السرة كان. زين هذا 360 إحنا قاعدين. هذا سينما السيارات. إيه هني سينما السيارات. فالكويت ما شاء الله توسع. زين شو ذكرياتك في سينما السيارات؟ شنو الأفلام اللي حضرتيها؟ أنا يوم الخطوبة مع أبو بدر. نروح ويحطوا لنا المكيف هذا داخل. والسماعة وناخذ يدور راعي الشاورما ونشتري، وكنا نشوف أفلام محمود ياسين ونجلاء فتحي وسعاد حسني. تذكرين أي فيلم حضرتي؟ آخر فيلم بكيزة وزقلون، هذا آخر فيلم. سينما السيارات. سينما السيارات أنا واليهال معاي يعني كبروا وعيبنا وعيالنا كبروا، وهذا آخر فيلم. بس أنا كنت أحرص على يعني أموت على محمود ياسين ونجلاء فتحي وسعاد حسني، يعني أقلدهم بلباسي ونفسي أنا سعاد. ماما غنيمة قريتي وايد كتب صح؟ أكيد. بالتاريخ الكويتي أبرز ثلاث كتب أنت قريتيهم وتحرصين كل كويتي يقراهم؟ شوفي أنا بقول لك على شيء من ناحية الكتب. الكتب الحقيقية الحلوة، كتاب من هنا بدأت الكويت مال عبد الله الحاتم، هذا كتاب قيم عن الأوائل وايد استفادوا منه. كتاب ثاني الله يرحمه ويقمد روحه لأن أبو بدر مال عبد الله السالم، يعني قد يكون هو الوحيد اللي كتب الناحية السياسية والاقتصادية والنهضة في عهد الشيخ عبد الله السالم. والشيخ عبد الله السالم من المميزين بداية النهضة، وعطى المرأة حقوقها في وقت المرأة ما عندها الأرملة لما يموت ريلها وعليا. أقسم بالله اشتغلوا دايات حريم الكويت الفقارة، واشتغلوا ملايات ومطوعات وبكشتها تدور تبيع، وخطابة وخياطة. أعطاها عبد الله السالم 40 دينار، كنها 400، أعطاه بيت كاهما ببيت الأرامل بالروضة 1750 متر. سوى في الشؤون محو أمية تدريب، مركز تدريب الفتيات، سوى معهد تمريض. هذا الشيخ عبد الله السالم مميز، نفس قصر نفس أبونا الآن صباح
أنا أسمي صاحب المدن الكويتية. يعني شوف توزيع الأراضي، الإسكانية شلون توسعت الكويت، الدبلوماسية اللي عنده ما شاء الله، كل شيء. الإنسانية اللي عنده صادق. هو يذوب المشكلة بذكاء. أكيد. يشتغل على نار هادية بالة طويل لما المشكلة تذوب. إيش كثر يعني ما شاء الله الله يعطيه. أكيد. إن شاء الله بعد دبل العمر. شنو صارت لنا مشاكل احنا لكن هو سوى شيء غلط ذوبها. أكيد. وفرحنا بالاخير وعسى الله يطول بعمره. حلو. استاذه غنيم، الدواوين النسائيه موجوده بالكويت حاليا؟ قبل والحين؟ الحين ما اسمها دواوين، احنا عندنا قعدات صباحيه يمعه بس ما اعتبرها دواوين. شاي الضحى. شاي الضحى يعني؟ شاي الضحى بس ديوانيه بمعنى ديوانيه الدكتوره رشا سوتها مختلطه. كنت أنا من الأوائل وكتبت 25 مقالة فيها، يعني بديناها من 25 سنة أنا معاها، كنت أنا معاها على طول وأحضر ديوانها مختلطة، قد تكون المرأة الوحيدة اللي حطتها. لكن إحنا قعداتنا شاي الضحى كمثقفات الآن تعتبر ديوانية. بس الدواوين بالكويت قبل نوعين، ديوانية الفير عقب صلاة الفير، أي كل واحد حق الريايل يدور العمل يبي يشتغل سيف. هذا حق الريايل صح؟ حق الريايل. إيه. ودوانية اللي عقب صلاة المغرب هذه الكبارية، يعني الكبار وايد، مو مثل الحين حتى إن عيالنا كل واحد ساتول دار انت حاططين نسوي لهم منشينكو دوانية. الحين دوانية موجودة في كل مكان. الحمد لله عسى الله. ماما غنيمة انت ما شاء الله محبوبة من كل بيت كويت. الحمد لله. أمانة يعني الكل يتلقاك كأنك أم الكل. أي. فأكيد برمضان هالغبقات وهالتسيرات وهالتشره والزعلات تلفزيونات والزيارات كل ساعة داق علي تلفزيون بعد ساعة والله. شلون قادرة ما شاء الله يعني أنك تلبين الدعوة وتكونين متواجدة مع هالناس اللي تحبك؟ صدقيني إن جايتني دعوات يعني قبل الحادث الأليم الله لا يكون خبيث اني اروح اطلع من هالمكان واروح حق هالمكان افتتاحيه عشان لا تزعلين احد. اي عشان ما ازعل لان شنو رسمي شيء من الشيوخ يعني عندهم في الجميره يعني مسؤولين رعايه الشباب وشيء يقص شريطه وشيء فيلا ما ادري شنو. وبعدين لما يا هذا الجميع طرش لي الاعتذار لان الحدث جلل مصاب جلل. ف قولي لي انا بالايام الفطر المدارس اللي ما يعني اروح مدرستين في اليوم. باليوم مدرستين؟ باليوم مدرستين. واقول لهم انا ما اقدر يردون اذا قلت ما اقدر اجلوها الاسبوع اللي وراه. مدارس يحبونك او يسموني المعشوقه. اي معشوقه الجماهير. قلت ما يخالف يشوفون إيه الطيبه الطيبه. بعدين الحمد لله كويتيه يعني ما مصداقية عندي في كل شيء. الحبابة الابتسامة يعني ما ضريت احد. الروح الحلوة هذه الله الحلوة الحمد لله. عسى الله يحفظك ومشكورك على تواجدك معنا في غبقة رمضانية على تلفزيون الكويت. عسى الله يحفظك ويخليك ويزيد محبة الناس لك اكثر واكثر. شكرا جزيلا. احنا سعيدين انك اليوم نورتي غبقة رمضانية في تلفزيون الكويت ومنورة بهالذهبي هذا الحلو. عيلها بعدين بقابل حصة لازم انا الحين بس حصة زين وياهم حنا. انت حمادوخ خليك انت. والله امانة يمكن شهادتي يمكن انا قلتها من قبل ما شاء الله تبارك الرحمن الاناقة واختيار وذوق وكل شيء ممكن تلقينا كخير مرأة كويتية تطلع بصورة جميلة مثل ماما غنيمة. الله يسلمك الأجمل وأنت الأحلى حبيبتي. وأيام سعيدة معاك ما ننساها ما حيينا وإن شاء الله نرجع بنات وبس بتلفزيون الكويت. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. حياكم. طبعاً أحب أذكر وأنوه حق مشاهدينا اللي يحب يطالع الإعادة إعادة برنامجنا غبقة رمضانية راح يكون الساعة 1:30 صباحاً أو يعني بعد شوي على قناة كويت بلس. اي في اعادة اليوم يعني راح نشوف روحنا احنا انا وياك ان شاء الله بدون سيديات. حلو. طبعا انا عندي كرت ابي اقراه. حلو هذا. اي طبعا اشكر هذا الكرت عن من اسرة البرنامج تحتفل
بعيد ميلاد ابراهيم الضعيان. اليوم عيد ميلاده؟ اليوم عيد ميلاده واحنا مقدمين له الكاكاو. كل عام وانت بخير ابراهيم، يعود عليك بالصحه والعافيه. وين ابراهيم؟ وينه؟ وين ابراهيم؟ ابراهيم حياك. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. ابراهيم تعال. تعال تعال حياك. تعال. تبيك ماما غنيمة تعال. حياك حياك. تعال. غنت عليك نجاح سلام. ابراهيم. تعال تعال ابراهيم تعال ما يطلع. قنت عليك نجاح سلام برهوم حاكيني زعلان سليني. كل عام وزميلنا المعد ابراهيم وضعيان بخير وبصحه وسلام ان شاء الله. طبعا احد الجنود من الاعداد خلف الكواليس اللي قدموا الكثير امانه والكثير. من اكفأ الشباب اللي انا ممكن تعاونت معاهم في تلفزيون الكويت، ويعطيكم الف عافيه كلكم طاقم العمل. واحب اشكر طبعا خبيره التجميل روان الركيبي على المكياج الحلو والازياء المميزه حق ريم المسلم، يعطيكم الف عافيه. جنود هم بعد قاعد يبرزون يشتغلون علشان اطلاله مميزه استهلين. انا اطلع فيها ومجوهرات العوض. شكرا. مميزين وحماده مميز وحصني مميزه مشكور وقنايم خدمه التايم مميزه ان شاء الله. يعطيك العافيه. تصبحون على خير ونشوفكم باكر ان شاء الله في غبقه رمضانيه على شاشه التلفزيون الكويت. مع السلامه.